كده يعني أن يكون التعليم مجان وصرنا آمنة، الناس آمنة تمشي في الشوارع مطمئنة. متفائلين شديد يعني بالعام الجديد ده إن شاء الله، إن شاء الله يجعلوا اللهم يجعلوا عام خير وبركة ورخاء وسخاء للشعب السوداني. الاستقرار في السودان بيخلينا أنا سعيد وأسرتي سعيدة وكل السودانيين سعداء إن شاء الله، وأتمنى في العام الجديد ده تبقى سعادة دائما في السودان إن شاء الله. عايز أحقق حلمي إن أنا أبقى كابتن كده، أنا بدرس في أكاديمية وعايز أبقى طيارة وكده، عايز حلمي يتحقق إن شاء الله. بدعاء عام سعيد، نتوقع حاجات كثيرة حلوة في السودان إن شاء الله. بتمنى في السنة الجديدة دي إنه الأوضاع تتصلح يعني، وبتمنى إنه البلد يعني تبقى أحسن من الأول بجد كده.